هذه المدرعة شاهد على إخفاق المخلوع صالح وحلفائه الحوثيون في أهم معاقل الإنقلابيين الأمنية والاجتماعية بتعز. كانت المواجهات التي شهدتها الأحياء الشرقية المحررة شرسة وغير مسبوقة، فالمقاتلون طاردوا القتلة من شارع إلى شارع ومن منزل إلى منزل حتى أجبروهم على الانسحاب مهزومين. المعركة لم تنتهي بعد. بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة، هذا الانتصار ليس نهاية المعركة، رغم أنه نجح في خلق واقع جديد في المدينة والمحافظة. فللحرب أثرها على كل شيء، الجرحى والشهداء والمنازل المهدمة، والأخطر من ذلك كله القاتل المخبأ في ثنايا الأحياء والشوارع والمنازل. مئات الألغام المضادة للأفراد زرعت في المناطق المحررة قبل انسحاب الميليشيا منها. بإمكانيات متواضعة يسابق هؤلاء الرجال الزمن لتطهير الأحياء من الألغام قبل عودة الأهالي إلى ما تبقى من منازل لهم في تلك الأحياء. المهمة لا تبدو سهلة أبداً، بل محفوفة بالمخاطر. هذا الانفجار مثال حي على المفاجآت غير السارة التي تنتظر فرق إزالة الألغام ورجال المقاومة والمواطنين كذلك. تفنن الانقلابيون في تفخيخ المناطق التي غادروها. في كل مكان يكمن خطر الموت كهذا الفخ الذي جرت إزالته قبل أن ينفجر بأحد الأبرياء. الآن نقوم بالتعامل مع تفكيك عبوة ناسفة قاموا بزرعها عن طريق وتر وبطريقة 2 صواعق خداعية، حتى إذا ما دخلوا المجاهدين أو الأفراد فيصدموا بالوتر فتنفجر العبوة بهم في هذه الأماكن. تعز الجديدة ستنهض من بين هذه الأنقاض، وإلى أن يحين ذلك ستتواصل المعركة حتى الخلاص.